اخواني اخواتي، خلينا نتكلم عن نقص المغنيسيوم. شنو العلامات اللي جسمك يكلمك فيها ترى ناقص المغنيسيوم؟ شوف، دائما برهاق، دائما تعبان، ودائما جسمك يعورك، ودائما عضلاتك مشدوده، وخصوصا بطه الريل دائما مشدوده، وساعات لما تنام كذي ترافس وتتقلب نفس الحياه. ناقص بجسمك المغنيسيوم. ساعات شوف لما تنام، شوف دب 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 دب، تسمع دقات قلبك بدونك، يعني جسمك ناقص المغنيسيوم. وعلى فكره من غير المغنيسيوم فيتامين د ما يتعزز. يعني اذا انت كنت تاخذ 50,000 كل اسبوع او تاخذ فيتامين د من غير المغنيسيوم، ترى ما راح يصير الى صيغته النشطه. ضروري جدا المغنيسيوم، جسمك يحتاج يعني فوق ال 400. يعني لازم تاكل خضروات بشكل مو طبيعي، ولكن اذا فيك هذه الاعراض لا، اخذ تابلت. والافضل صيغه السترات. ليش؟ لان الجسم بسرعه يمتصه، ومن علاماته بعد من اعراضه يسوي بك امساك. اوكي، خذ مغنيسيوم. نتكلم عن اعراض نقص البوتاسيوم. شوفوا، المغنيسيوم والبوتاسيوم دائما يجون بالاكل مع بعض، ولكن البوتاسيوم عالي ولكن المغنيسيوم شويه. البوتاسيوم هو المسؤول عن السيارات العصبيه، عرفنا ده. شنو السيارات العصبيه؟ اي لا تزحلقني، قول ما اعرف. السيارات العصبيه يعني توصيل الاشاره. يعني شنو؟ يعني هذا البطل خشيته انا، بعد شوي اقول انا وين خشيته؟ رسالة مو قاعد توصل، سيارات العصبية مو قاعد توصل بسرعة. أيضا الذاكرة، سرعة البديهة، التفكير كله مو 100%، والسبة السيارات العصبية مو أوكي. وأيضا مسؤول عن الأمعاء. ليش؟ لأنه هو اللي يسوي حركة دودية. وأيضا مشاكل في حمض المعدة. ليش؟ لأنه هو اللي يكون الـ HCL، حمض المعدة. وأيضا شنو؟ إذا جسمك وايد حابس ماي، يعني معناته عندك الصوديوم مرتفع. من اللي كسر الصوديوم؟ لما تدخل البوتاسيوم الصوديوم يتكسر، وعلى طول راح تشوف وزنك يقل. عشان شي لما يسوون دايت ياكلون خضروات وايد يقل وزنهم عشان طلع الماي، عرفنا. بس نتكلم عن اعراض نقص اليود. شوفي، وزنك مو راضي ينزل مع انه سلطات وتاكلين وصايره نباتيه 100%، الحرق مو شغال. وايضا شنو؟ لما تقعدين من النوم، شوف عيونك كانها ضفدع، متفوخه عيونك، نقص اليود. وايضا شنو؟ شعر حواجبك لما تلتلين تشي وايد يطيح. وايضا شنو؟ ذاكرة مو اوكي، ما تيمعين يعني مو ذكية. وايضا شنو؟ كل ارهاق ومالك خلق تسوي شيء، هذا نقص اليود. شوفوا، اخذوها قاعدة، القدة الدرقية مستحيل تشتغل من غير يود. ليش؟ القدة الدرقية تحتاج اليود. اليود شو يسوي حق القدة الدرقية؟ هو اللي يشيل السموم، وهو اللي يشغل القدة الدرقية بالكامل، هو مع السيلينيوم عشان يشغل T3 وT4. اليود مو بس عشان الذكاء والقدة الدرقية، لا، يشيل السموم من الخلايا. زين، شنو نوع السموم اللي يشيلهم؟ سجل عندك، يشيل البرومين والكلورين والفلورين. هذول مواد سمية يا جماعة، من يشيلها؟ اليود يا جماعة. أي مادة سمية من يشيلها؟ من أعراض نقص الفوليك أسد، يعطيك علامات. واحد من العلامات الحديد حيل عالي، الشعر وايد يصير أبيض، وأيضا الشفايف صاير بيضة باهتة. وأيضا شنو؟ اللسان متورم، لما نجيس اللسان شي قاعد يعور اللسان. وايضا المزاج مو مضبوط، هذه اعراض الفوليك اسيد. دائما نسمع فوليك اسيد وايد من الحمل ياخذون، اخذ الفوليك اسيد. ليش؟ من الطبيعي المنطقي عشان لا يسوي تشوهات حق الجنين. ولكن في صيغتين من الفوليك اسيد، في الصيغه العاديه هذه الفوليك اسيد اخذها اذا كانت فيك الاعراض، ولكن اذا انت مثلا حامل اخذي الصيغه النشطه. شنو اسمها؟ الفوليت الميثايل. يعني ميثايل يعني الصيغة النشطة، هذه اللي تحافظ على التشوهات، ما تصير تشوهات. نفس البيتولف، الكوبالامين ميثايل، عندنا الفوليت ميثايل، دائما ميثايل، هذه الصيغة النشطة. واضح؟ خلونا نتكلم عن نقص الأوميجا 3. ولكن في ملاحظة، الأوميجا 3 جسمنا ما يصنعه، فلازم نحتاجه احنا من برا. ولكن إذا خذينا الأوميجا 3 في العلبة راح نقرأ ورا DHA EBA. DHA يسوي شيء والEBA يسوي شيء، فلازم ناخذهم فوق ال 250 بال300، ما ناخذهم نسب قليله. شوفوا، الجسم دائما يبي الاوميجا 3. ليش؟ اذا ما نوجد بالجسم الاوميجا 3، منو يشوف نفسه؟ الاوميجا 6. شو يسوي؟ الم بالمفاصل، وايضا دهون، يخلي البشره مختلطه ويصير دهون بالبشره، خصوصا الخشم يصير عليه وايد دهون. وايضا ارتفاع الدهون الثلاثيه وارتفاع يا جماعة. وأيضا راح تشوف الشعر ما في لمعة، الشعر ما يطول بسرعة، مو نفس رفيجتك حصه خلوده شعره بسرعة يطول، أنت للحين عناقيص صغار وحاطة شباصة، مو راضي يطول، أظافرك مو راضي يطول بسرعة. والسبة منه؟ جسمك محتاج الأوميجا 3. وقلت لكم شنو الأشياء والمواصفات عشان تاخذونها.
يا هلا ومرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح نتكلم عن علاقة ضغط الدم بالملح.